تركني ومش همي، تخلى عني كرمال هيك وحدي. ما عم صدق، معقول ابني يعمل هيك؟ هو من وقت ما عرفها صار أعمى وما عاد عم يعرف الصح من الغلط. أمي الله يخليكي بلا هالحكي، طولي بالك. خليه يتركنا ويروح وراها. نازلي هاتي هديك الصينية لقلك. جنسيل هلأ لازم تتغذى، بدنا نقشر لها فواكه وكيك، هي بتحب الكيك، حطي لها كم قطعة. يلا حبيبتي. مثل ما فهمتك ما تقولي ولا كلمة لحدا. بس ما فهمت ليش قلتي إنه أنا زبونتا؟ طيب بس فهميني شو القصة. شت، اعملي مثل ما عم قلك وأنا بعدين بفهمك. شو جانسيل كيف صرتي؟ قليلي إذا جاي على بالك شي لأعمل لك إياه. أنت هلأ لازم تتغذي. مالي نفسه، مو جاي على بالي شي شاهي. تفضل. أهلين، تفضلي. عليكي العافية، أنا بس قلقت عليكي. طمنيني كيف صرتي؟ إن شاء الله منيحة. إيه منيحة. الله لا يسامح اللي كان السبب، انحرمنا من ابننا قبل ما يجي. عايشين حياتنا، اجت وخربت الدنيا كلياتها فوق راسنا. لك من وقت ما اجت ما شفنا يوم حلو، ما حدا بالدنيا حاسس بالعذاب اللي انا عايشته. اهدي شوي، طولي بالك. انا ضعفت واخذت الدواء بسببها، ما عاد تحملت، أعصابي فرطت، وجودها بالبيت كان عم يوترني. نانا هي اللي وصلتني لهون وخلتني أخسر ابني، هي السبب بكل مصايب حياتنا، خلتني أخسر الحمل. الله لا يسامح. أنا رح أترككم شوي حبيبتي، إذا إجا عبالك أي شيء أو لازمك أي شيء بس ناديلي، أنا هون. شكراً، مو لازمني شيء بنوب. شو بنتي؟ شو هاد يلي عم يقوله؟ اسكتي، ما تفتحي تمك. انتي شو دخلك بالقصة؟ وليش اجيتي اصلا؟ لانك لما طلعتي من عندي بهي الحالة لقيت عليكي واكلت هم وضل بالي عندك، فقلت بجي وبتطمن عليكي. بس شكلك ورطيني معك بقصة كتير كبيرة. اللي صار شي بخصني انا. شكرا لانك اجيتي، بس هلأ صار فيكي تروحي، انا تعبانة وبدي ارتاح. يلي عملتوه جريمة كبيرة، هو الله موجود، وتأكدوا إنه هي الدنيا دوارة. حدا منا طلب نصيحتك؟ شو ما سمعتي؟ قلتلك إني تعبانة وبدي نام. يلا تفضلي لو سمحتي. حبيبتي تفضلي، قطعتلك الفواكه وحطيتلك كيك كمان وأطيب كاسة شاي، وهلأ حنصب كاسة لضيفتك كمان.
لا خالي شكراً، كانت هلأ ماشي مزو أو صاحبة واجب، سمعت باللي صار معي وجت لتطمن، عزمتها تبقى شوي بس ما قبلت. معلش مرة تانية بجي بظروف أحسن. تفضلي أنا بنزل معك. حبيبتي يلا كلي لك لقمة. مالي نفس، مالي قدراني. مو معقول تضلي بلا أكل.